بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح فصل إنجيل يوم الأربعاء من الأسبوع الخامس في الصوم المقدس، وهو من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 13 من عدد 6 لعدد 9، فصل قصير. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هوذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها. لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية بهنيكم بعيد الصليب اللي ميعاده ثابت بيبقى يوم 19 في مارس 10 برمهات، وبيجي في وسط الصوم أو يعني في أيام الصوم، وعيد الصليب برضو تذكرة، وإحنا بنحتفل بالصليب 3 مرات في السنة: مرة في عيد الصليب في 10 برمهات، والمرة الثانية بتبقى يوم الجمعة العظيمة، والمرة الثالثة بتبقى يوم 17 توت في شهر سبتمبر، وبيبقى ده احتفالنا بالصليب، وكل مرة بيبقى لها جمالها. وبيتميز عيد الصليب ان احنا نعمل فيه دورة الصليب مماثلة لدورة الشعانين اللي بنعملها يوم احد الزعف. كمان احب اقول لكم ان احنا بنعمة المسيح بكرة سنستقبل 2 من الاباء البطاركة يزورون كنيستنا. هيزورنا بكرة صاحب القداسة البطريرك ماري أغناطيوس إفرام الثاني، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم. هو نصب بطريركا حديثا، ودي أول زيارة له في مصر هنا، وهيبقى في فرصة أن احنا ككنيسة شقيقة أن يبقى ما بيننا اجتماع. وهيزورنا أيضا في نفس الزيارة قداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكية في لبنان. هو زارنا مرات كثيرة طبعا، ومحبوب كما البطريرك ماني أغناطيوس أيضا محبوب في كنيستنا، وهيبقى في فرصة ان احنا نجتمع بطاركة 3 كنائس الشقيقة معا، وهتبقى فرصة طيبة ان احنا نتبادل المحبة، نستقبلهم بكل التقدير وبكل المحبة وكل الاعتزاز، وبنرحب بيهم في كنيستنا التي هي شقيقة للكنيسة، وأيضا نرحب بهم في قلوبنا. وهيبقى في نهاية اللقاء بتاعنا هيبقى في بيان مشترك لل3 كنائس، وكانت العادة دي موجودة من وقت المتنيح البابا شنودة، وكان دايما اللقاءات المتبادلة لقاءات حلوة فيها تبادل للمحبة، وهتبقى فرصة طيبة لاستقباله
من خلال استقبال الآباء البطاركة، من خلال الآباء الأسقفة والآباء الكهنة والرهبان في بكرة بعد الظهر قبل الساعة 4، وأيضا هي زيارة كلها 24 ساعة، ويغادروا مصحوبين بالسلامة في نهاية يوم الجمعة إذا أراد ربنا وعشنا. كما بدأنا في بداية الصوم نأخذ إنجيل يوم الأربعاء من كل أسبوع، وزي ما اخترنا تأملاتنا تكون من خلال السؤال الذي يطرحه الله علينا في فصل الإنجيل. بعض مقاطع الإنجيل نجد فيها السؤال واضح، سؤال واضح جدا، وبعض مقاطع الإنجيل نجدها كأنها إجابة على سؤال مطروح، وبعضها نجد فيها السؤال كأنه بالتلميح. وتخيل وياي كده في أيام الصوم المقدس المسيح بيسألك كل يوم سؤال، والسؤال في فائدته أنه بيكشف الإنسان وبيكشف حقيقة الإنسان وبيكشف حقيقة الإنسان قدام نفسه. ولذلك السؤال مدخل هام لكي ما يعرف الإنسان ذاته. المثل أو السؤال النهاردة: هل عندك ثمر؟ هل حياتك مثمرة؟ سؤال مهم أوي. حياتك اللي ربنا بيديها لك دهيت، هتعيش سنين قليلة أو سنين كتيرة، ربنا يديك العمر الطويل، هل مثمرة ولا شجرة جدباء لا تعطي ثمر؟ ومن هنا تأتي أهمية السؤال. واحد عنده شجرة تين، هتكلم على بعض المفردات دهيت، ومغروسة في كرمه، يعني المفروض تجيب ثمر مش على وش الأرض، وجاي وهو كله أمل عشان يجد فيها ثمر ولم يجد، وقال للكرام كده: هوذا ثلاث سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد. يعني جيت أول سنة ودور على الثمر ما لقيتش، قلت يمكن السنة الجاية، السنة اللي بعدها جه دور على الثمر يمكن ما لقيتش، والسنة التالتة جه بقى مش معقول، ما الشجرة دي عشان تعمل ايه ولم يجد. اولا ثلاث سنين المقصود به الشجرة ترمز للإنسان، وثلاث سنين ترمز لمراحل حياة الإنسان الأساسية: فترة الطفولة هو طفل وهو فتى، ثم فترة الشباب والرجولة، ثم فترة الشيخوخة والكهولة. فكأنها مراحل الإنسان الثلاثة، والإنسان طبعا رجل أو امرأة. تصور بقى كده الله يطلب ثمرا في حياة الإنسان وهو صغيرا ولا يجد، يكون ثمر جاي من التربية، جاي من التعليم، جاي من النشأة، ما فيش ثمر. قال طيب يمكن فترة الشباب يبقى فيها ثمر، يبحث في فترة الشباب والنضوج ولا يجد ثمر. ايه الحياة ده؟ ايه؟ قال طيب لما يعجز يمكن يكون فيه ثمر ولا يجد ثمر. هوذا ثلاث سنين، هوذا ثلاث مراحل في حياة الإنسان. وطبعا كلمة ثلاث سنين لها معنى تاني، كلمة ثلاثة بالذات يقصد بيها الجسد والنفس والروح اللي هي كيانات الإنسان. لا في ثمر في الجسد ولا في ثمر في النفس
ولا في ثمر في الروح، مفيش حاجة خالص. الله يتوقع الثمر في حياتك وينتظره، ولكن من باب رحمته يعطي فرصة جديدة. كانت الشجرة مغروسة، وتعني أنها مغروسة أنها في تربة جيدة، وكانت في هذا الكرم، والكرم ملك لله، أنت ملك لله، لأن الله هو خالقك وصانعك وجابلك. وما ينطبق على الفرد ينطبق على المجموع. الأسرة هي شجرة مغروسة، الكنيسة هي شجرة مغروسة، الدير شجرة مغروسة. جاء مالكها بنفسه اللي هو المسيح، جاء يطلب الثمرة. عارفين لما بنقول إلى خصته جاء وخصته، هو بالضبط كده. وإن كانت ثمرة التين أو شجرة التين ترمز إلى الأمة اليهودية في العهد القديم، ولها تفسير كتيرة، وفي أسبوع الآلام بنتكلم عن شجرة التين، وبنتكلم عن بيت فاجي. بيت فاجي، فاجي دي جاء من فج اللي هو التين، ومشهورة بزراعة التين. ولكن الله يطلب ثمر في حياتك. وأرجوكم يا أحبائي أن تنظروا إلى هذا الأمر بعين الجدية. فحياتك إن كانت بلا ثمر أمام الله، هوذا 3 سنين وما في ثمر، اقطعها. ده الإنجيل بيقول الكلام ده. لم يجد ثمرا رغم أنه كان متوقعا أن يجد ثمر. ده فات سنة واثنين وثلاثة، بصورة أخرى فاتت فرصة واثنين وثلاثة ولم يجد ثمرا. كأن الإنسان يجعل الله يخيب أمله، وآسف في التعبير ده، كأن أمال الله تخيب تضيع. وأدي الله يصبر ويطيل أناته ويعطي الفرصة مرة واثنين وثلاثة. انتظر كتير خالص، ده مش كده وبس. ده الشجرة مش عطتش ثمر، مش دي خطيتها، لا ده في حاجة أصعب. ده الشجرة كمان أبطلت الأرض. يعني الشجرة وهي مغروسة كده خدت مساحة من الأرض، وفروحها ضللت على التربة فما عادش فيها شمس، فكأنها عطلت مساحة من الأرض. أحيانا الإنسان حتى وإن كان يحمل أي عمل يعطل هذا العمل، يقول عن نفسه مسؤول وأنا موجود، لكن ممكن يعطل العمل. ويقول الكتاب بوضوح شديد لماذا تبطل الأرض أيضا، شغلت مكان. يعني بلغة أخرى عايز يقول الشجرة بقى وجودها ضار، لما فيها الثمر وأبطلت الأرض. طب ده يبقى فاضل إيه؟ فيش خلاص، وعطتها وقت وعطتها الفرصة ولم تأتي بالثمر. قد يكون خادما ويدير الله فرصة واثنين وثلاثة ولكنه لا يصلح. يعني عمل ايه؟ عطل عمل الله. احيانا الانسان يعطل عمل الله حتى بوجوده بس يعطل عمل الله. إنها صارت شجرة قديمة، صارت بلا ثمر وبلا نفع وبلا قيمة.
ولذلك كان لما تقرأ في الإنجيل تلاقي الحكم شديد. اسمع وياه كده: هوذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، ونقطة، وبعدها اقطعها، ونقطة. حكم واضح جدا. لماذا تبطل الأرض أيضا؟ أنها صارت عديمة الفائدة. وويل للإنسان في أي زمان وفي أي مكان إن كانت حياته مثل هذه الشجرة. ويل للإنسان مهما حمل من عنوان، ومهما ارتدى من زي. ويل للإنسان إن صار مثل هذه الشجرة بلا ثمر. شو بقى الكنيسة الجميلة بتعلمنا وتقول لنا إيه؟ كل يوم الصبح وإحنا بنصلي المزمور الأول نقول طوبى للرجل الذي لم يسلك، ونقول صفات جميلة: فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمارها في حينه، ورقها لا ينتثر، وكل ما يصنعه ينجح فيه. إيه الشجرة العظيمة دي؟ كأن الكنيسة بتقول لك كل يوم خد بالك، كون زي الشجرة، بس الشجرة المثمرة. ده مش بتطلع ثمرة واحدة، ده بتطلع ثمار. وتطلع ثمار ايه؟ في حينه. يعني انت تاخد كده بعضك وتروح لغاية الشجرة وانت عارف ان النهاردة فيها ثمرة، في وقته، مش 3 سنين يروح وما يلاقيش فيها ثمر، ما يلاقيش فيها نفع. والقديس يوحنا المعمدان يقول ويخاطب شعبه في زمانه ويخاطبنا: اصنعوا لكم أثمارا تليق بالتوبة. ده الموضوع جد خطير. في ثمر التوبة. اصنعوا لكم أثمارا تليق بالتوبة. ما انت إذا كنت تايب، خدوا بالكم، الصوم الكبير زمن توبة، لازم يبقى فيه ثمر. هو ايه المنفعة انك تصوم الصوم بأيامه وأسابيعه وتيجي في الآخر ما تلاقيش ولا ثمرة؟ كنت ايه، تضارب الهواء؟ كنت بتعمل ايه؟ فين الثمر؟ طيب مش حاطط في بالك ان ستقف امام المسيح ويسألك عندك ثمر؟ صور كده لو جه ماري مرقس وقف قدام المسيح، قال له: ماري مرقس عندك ثمر؟ يقول له: يا سلام يا رب، تعالى شوف، ده انا ربيت اجيال واجيال وعلمت ناس وكرست ناس وكنايس قد ايه. تعالى الان بقى انطونيوس اب جميع الرهبان، عندك ثمر في حياتك؟ شوف ثمار قد ايه. اباء مباركين حياتهم مقدسة في المسيح، يحفظون الحياة الرهبانية ويحفظوا الخط الرهباني اللي استلمناه من القرن الثالث والرابع الميلادي، ونجاهد ان نحفظ نقاوته. شوف قد ايه بفرحته قدام المسيح. مثلا اب من الاباء او ام من الامهات ربوا ابنائهم وبناتهم في مخافة الله، لما يقف قدام المسيح يقول له: عندك ثمر؟ يقول له: آه يا رب، انت عطيتني 3-4 ولاد وبنات ربيتهم في مخافة الله، وتعالى شوف ابني الكبير كده وبنتي الكبيرة كده وابني الصغير كده وبنتي الصغيرة كده، كم تكون فرحة الله. في ثمر. تعالى نسأل أب كاهن مبارك بيخدم، أو أب أسقف مبارك بيخدم، أو حتى خادم أو شماس، عندك ثمر؟ طبعا. والثمر هنا ليس للافتخار ولا للتباهي، الثمر هو عمل يد الله أولا وأخيرا. يعني العلم النهاردة مع كل ما في العلم مش ممكن يخترع برتقانية مثلا،
مش ممكن يخترع. ده لازم أحط بذرة والبذرة تعهدها بالعناية لغاية ما تدي الثمر. اسمع كمان لما عروس النشيد تقول تحت ظله اشتهيت الجلوس وثمرته حلوة لحلقي، وثمرة المسيح تحت ظله، تحت ظل الصليب، وثمرة الصليب الحلوة لحلق الإنسان هي الكلمة المقدسة. وجدت كلامك كالشهد. واحد بيقرأ في الإنجيل، بيحفظ، بيعيش جوه أعماق الإنجيل، تكون في فمه كالشهد. في ثمرة أحلى من كده؟ لما يقرأ في حياة القديسين وسيرهم وأقوالهم والنماذج اللي مذكورة في الإنجيل يكونوا ثمار رائعة يتعلم منها. ورغم كل هذا عندما جاء يطلب ثمر أجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضا. وهنا تأتي شفاعة ربنا يسوع المسيح الكفارية وباب الرحمة، ويمكن أن تسمونها شفاعة الرحمة. يتشفع من أجلنا ويعطي فرصة رابعة. قلوها هنحط خطة للسنة الرابعة. إيه الخطة دي؟ حتى أنقب حولها، يعني نظف حولها لو كان في شوية حشائش كده ولا حاجة بتمنع من نمو الشجر يمكن، وأضع زبلا اللي هو الغذاء الروحي اللي هي الوسائط النعمة، ووفر لها كما يمكن، يمكن يبقى فيه نتيجة. وأرجوكم يا إخوتي أن تتأملوا في طول أنات الله وطول أناته على خطية الإنسان وطول الأناة والانتظار. ياريت يبقى فيها ثمر. هو تفتكر يعني ربنا لما يقف قدامه كل إنسان في يوم الرب العظيم هيبقى مبسوط بحكم الإدانة على أي إنسان؟ أبدا. لكن هيقول له كم مرة أعطيتك فرصة، كم مرة طولت بالي. أنقب حولها تعني أن أطرد الخطية، حياة التنقية. ما في واحد بتقوله تعبير كده لطيف شعبي معرفش كلنا نفهمه، ولا يقولك فلان سرق السكينة، يعني مش واخد باله من نفسه. بنعبر عليها في نص الليل في التحليل ونقول تسويف العمر باطلا، يوم يجر يوم وسنة تجر سنة ومفيش نتيجة. ولذلك بداية الثمر تأتي من حياة التنقية. يجلس الإنسان بين ذاته ويكون صريحا مع نفسه ويترك خطيته. الابن الضال صنع هكذا، لما قعد بينه وبين نفسه قال ايه حالي ده، وقام وانطلق الى ابيه وجاي بكل شجاعة برغم منظره الخارجي ما يسرش يعني، لكن اخطأت يا بتاه في السماء وقدامك، وكان يتوقع ماذا يصنعه ابي فيه، ابوه هيعمل فيه ايه، هو هيقبل، انا عايز اشتغل اجير عنه. وهكذا صنعت المرأة السامرية، تركت جرتها. ما هي حياة الثمر هيبتدي ازاي؟ ليس بداية للثمر إلا بحياة النقاوة من الخطية، حياة التوبة عن الخطية، حياة ترك الخطية. ويجب أن يكون الإنسان صريحا مع نفسه. ممكن العالم يزين له أشياء، ممكن يزين له أشياء، وقد تبدو في عينيه أنها
أشياء مستقيمة وهي خادعة وتخدع القلب وتضيع الحياة كلها. يبقى ابتدي عشان يبقى عندك ثمر، اطرد الخطية بثقة وبشجاعة وبحزم وبحسم. والخطوة الثانية، أضع زبلا، تغذى روحيا. وصاية النعمة، شوف الكنيسة بقى في واحنا في الزمن الجميل ده، زمن الصوم الكبير، تقول لنا فترة انقطاع، لأن الانقطاع يعني بيأثر على الإنسان، يوم يعني يفكره بخطيته بضعفاته النفسية والجسدية والعقلية والذهنية، بخطاياه الخفية والظاهرة، بخطاياه التي يصنعها بإرادة وبغير إرادة، التي يفعلها بمعرفة وبغير معرفة، فرصة. وبعدين الكنيسة تقول له هوفر لك بقى غذاء روحي حلو، هعمل لك قداسات متأخرة، وعمل لك ألحان بمعاني جميلة، وهقدم لك مطنيات، وهخليك تقرأ نبوات في العهد القديم، وهخليك تصوم الصوم النباتي، وكل دي تقرأ قراءات روحية وتعيش حياة هادئة تغذي بيها شجرة حياتك لكي ما يأتي المسيح ويجد فيها ثمر. الأمر خطير. لو جه المسيح وسألك السؤال، ايه وريني بقى الثمر اللي في حياتك، تقول له ما كنتش باخد بالي. إن صنعت ثمرا نلت بركة الله، وإذا لم تصنع اقطعها، وإلا فاقطعها. الأشجار العقيمة يجب أن تقطع وتلقى في النار. الشجرة اللي ما جابتش حاجة بيقطعوها ويرموها في النار، بيقولك يلا بينا نعملها فح، يعني نستفيد منها بأي حاجة، ولكن مجرد أنها تلقى في النار هذا هو الهلاك. الخلاصة أن من يصر على عدم الإثمار نصيبه القطع ونصيبه الهلاك. وزي ما قلت لك في البداية أن فصل الإنجيل ده قصير قوي، لكن مليان بالمعاني الروحية، مليان بالمعاني الروحية، وينطبق عليك. فخد بالك، عايزك تلتفت إلى أن بعض الأشجار يكون ثمرها عبارة عن شوك وحسك، وبعض الأشجار الثمار بتاعتها ثمار جيدة ومفيدة ومغذية ومبهجة. في شجرة بتطلع شوك، ما شجر طلع شوك يبقى فيها ثمر، ده كلمة ثمر كده. وأظن كلمة ثمر تفكركم على طول أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام إلى آخره، وثمر الروح بقى من هذه التغذية الروحية. المسيح يسألك في هذه الليلة، هل في حياتك ثمر؟ هل شجرة حياتك التي مر عليها المسيح مرة واثنين وثلاثة، هل فيها ثمر؟ هل أعوامك التي مضت كان فيها ثمر؟ كان في جهد؟ كان في نتيجة؟ كان في حاجة تفرح قلب ربنا؟ احترس، احترس لألا تكون مخدوع وفاكر اللي في إيدك ثمر وما هو الثمر. زي ما بقول لك ما في شجرة بتطلع ثمر، بس شوف الثمر ازاي ده؟ استفيد بايه؟ لا يغذي ولا ينمي ولا ينفع علاج ولا اي حاجه. هل حياتك فيها ثمر؟ انتبه ايها الحبيب، احنا في النص الثاني من الصيام دلوقتي، الايام بتجري مش كده؟ برضو فات نص الصيام عد، اللي هو الايام الروحيه العميقه.
إن كان فاتك حاجة انتبه من الآن، ما تخليش حياتك مدووسة بحاجات كتيرة، مهمومة بحاجات كتيرة، مشغولة بحاجات لا قيمة لها، لا قيمة لها. وقف قدام ربنا، قل يا رب اللي في إيدي سمر ده يفرحك، يخليك تنظر لي نظرة تبقى فرحان بيها، ولا عمال أشتغل في حاجات ملهاش معنى قدامك ولا قيمة، حتى وإن كان البشر يستحسنوها بأي صورة من الصور لكن ملهاش قيمة أمام الله. انتبه أيها الحبيب، هل في حياتك ثمر؟ سؤال يرن في ودنك وإحنا بنكمل أيام الصوم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.